فعلا بالنسبة لي كمدرب هنايا ضربة جزاء شرعية. فعلا ضربة جزاء لصالح المولودية، هل تتمكن من العودة في النتيجة مولودية الجزائر؟ من مرزوقي يعدل النتيجة، يعدل النتيجة في الدقيقة 64 من بداية المباراة. خير الدين مرزوقي يتحرر، يحرر زملائه ويحرر الالاف على مدرجات ملعب عمر حمادي ببلوغين. المولودية تعود بهذه المباراة في الدقيقة 64 من ضربة جزاء. مرزوقي بدأ يستعيد حسه التهديفي من مباراة لمباراة، يسجل اليوم وسنشاهد منحى ومنعرج آخر للمباراة وبداية أخرى. يا إدريس بلال، شوف أنا ما نتكلمش عن التنفيذ لأنه، ولكن لاعب اللي جاء من الدرجة الثانية أمام حارس المنتخب الوطني الأول وياخذ في قرار